آخر سؤال نختم به، لأنه جاء في هذه الحلقة أوقات نضطر للصلاة في السيارة قبل خروج وقتها، والبعض إن يقول أنه لا يجوز لعدم الوقوف للتكبير. وطبعا يا رعاك الله، التكبير من أركان الصلاة في أوقات السعة والاختيار، أوقات الضرورة والاقتهار إن عجزت التكليف مناطه القدرة، ولا تكليف مع العجز. افترض أنك في الطائرة وركبت الطائرة يعني قبل وقت الظهر مثلا، هتصلي الظهر والعصر جوا الطيارة وستستمر الطائرة في سيرها إلى الشرق، لازم تصلي العصر في الطائرة، وإن كنت لا تستطيع أن تقف والغالب أنك عاجز عن الوقوف في الطائرة، يسقط عنك الوقوف وتصلي كما أنت جالسا. لكن السؤال هنا، هل أنت فعلا في هذا البلد عاجز أنك توقف السيارة على جنب في أي ريست إيريا في أي محل عام وتدخل تصلي واقف ومستقبل القبلة ومستكمل أركان الصلاة؟ القاعدة صحيحة، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن تطبيقها مسؤوليتك. هل أنت فعلا عاجز عن الوقوف؟ في هذا البلد لا يلحق المصلون ولا يتعقبون، تستطيع أن تركن السيارة في أي مكان، في ريست إيريا، في محل عام، في أي مكان. إن هذا البلد ليس كبعض بلاد أوروبا التي تجرم فيها شعائر الدين، الحمد لله الدنيا هنا مستقرة ولا يؤاخذ مصل بصلاته ولا متدين بممارسة الشعائر من شعائر دينه. وإذا كان ذلك كذلك، فأرجو ألا تقفز إلى التعلق بالضرورة قبل أن تستنفذ أسبابك.